هاي انا مارينا ميك اب ارتست. اليوم معي ماي فريند باميلا واليوم اي ديد ماي سيجنتشر لوك عليها. اذا حابين تعرفوا كيف عملنا هذا اللوك تابعونا. ليكون المنخار أرفع شوي بنعمل خطين بلون درجة أو درجتين أغمق من لون البشرة. نعمل كونتور على الوجه ويبين التشيك بونز. نستعمل كمان درجة أو درجتين كولر درجة أو درجتين أغمق من لون البشرة ومنحطهم تحت التشيك بونز دغري. نعمل خطين نفس الشيء كمان للوجه يبين ارفع شوي من تحت. كمان بنستعمل درجه او درجتين اغمق من لون البشره. بنعمل خطين على اطراف الوجه. رح نخلي الهايلايت تحت العيون الوايت كولر قبل ما نبلش بالعيون والاي شادوز حتى اذا الاي شادو نزل لتحت ما يبين البلاك تحت العيون. وهلا رح نعمل هايلايت تحت الحواجب حتى العيون تبينوا شوي اعلى. نرسم خط بالقلم الأسود رفيع، نرجع نعمل له سماج بالريشة الرفيعة ومنمدها لآخر الحاجب تيوصل لآخر الحاجب.
طيبين اللب شوي اكبر اعبى وشوي لفوق اكثر، بنستعمل ليب لاينر شوي لون اغمق بني، وبنعمل كونتور شوي لبرات اللبس مش كتير، شوي قبل اللبستيك.